بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد قسم الرياضيات بمدرسة عمر بن عبد العزيز أن يقدم دروسه المصورة للمستوى 11 المتقدم الفصل الدراسي الثاني مع الوحدة 11 بعنوان تحولات الدوال أو درس التحولات الهندسية للدوال. مثال: الدالة f of x equal x bar 3 تم إزاحتها 3 وحدات في اتجاه الموجب لمحور الـ x axis ثم إزاحة وحدتين في اتجاه السالب لمحور الـ y axis. اكتب قاعدة صورة الدالة. عندنا طبعا زي ما انتوا عارفين دالة الـ x bar 3 دي الرسمة بتاعتها بالشكل ده، تم إزاحتها 3 وحدات في اتجاه الموجب لمحور الـ x، يعني هنتحرك 3 وحدات يمين في المحور الـ x ثم وحدتين إلى أسفل في الاتجاه السالب لمحور الـ y. المنظر ده. عندنا ناخد بعض النقاط على الدالة ونحولها 3 وحدات في اتجاه الموجب يعني يمين، وحدتين لأسفل يعني ايه في اتجاه الواي. هيبقى عندي شكل الدالة بتاعتي الجديد بالمنظر ده. يبقى f of x لما اقول تم ازاحتها 3 وحدات في اتجاه الموجب يبقى عكس الإشارة، يبقى negative 3 لما يكون داخل القوس x minus 3 all bar 3، وبعد كده وحدتين لأسفل يعني نيجاتيف 2 في اتجاه الواي. دايما الرقم اللي بره يخص المحور الواي، فإذا كانت الوحدتين في السالب يبقى ايه لأسفل حط نيجاتيف، لو كان الوحدتين لأعلى يبقى حط بوزيتيف 2، لكن في داخل القوس بعكس الإشارة، لو هي راحت ناحية اليمين يعني في اتجاه الموجب يبقى اكس ماينس 3، لو راحت اتجاه السالب يبقى اكس بلس. اوكي، مثال تاني بيقول لي إذا كانت الدالة f of x equal absolute value بتاع ال x تم تحويلها إلى الدالة g of x equal absolute x plus 3، صفر تحويل الناتج من المنحنى الدالة f of x إلى منحنى الدالة g of x. عندنا الدالة f of x زي ما أنتم عارفين دالة الأبسوليوت أهو بالمنظر ده، تم إزاحتها وتم تحويلها g of x x absolute x plus 3، يبقى معناها إن تم إزاحة المنحنى 3 وحدات لإيه؟ لأعلى زي ما أنتم شايفين اهيت. هيبقى الرسمة الجديدة بالمنظر ده. يبقى دي رسمة الـ g of x. بالنسبة للدالة الأسية لما يجي يقول لي ارسم الدالة f of x equal 2 power x، طبعا لما اجي ارسم الدالة الأسية هاخد بالي من ثلاث أشياء مهمة. أول شيء إن أنا لازم تمر بـ 0 و 1. الحاجة التانية ان هي تمر بنقطة 1 والبيز اللي عندي، هنا البيز عندي تعتبر 2 يبقى 1 و 2. الحاجة التالتة ان هي لا تمس محور الاكس او لا تقطع محور الاكس في اي نقطة. يبقى تاني اهم نقطة عندي 0 و 1، بعد كده 1 والبيز اللي هي 1 و 2، وبعد كده لا تمس محور الاكس. مثال اخر، ارسم الدالة e باور x. معروف ال e تقريبا 2.71، فلما اجي ارسم برضه اخد بالي ان هي هنا 0 و 1، النقطه الثانيه 1 والاي اللي هي تقريبا 2.7 ما بين 2 و 3، والحاجه الثالثه ان هي لا تمس محور الاكس. الداله اللوغاريتميه. مثال: اكتب المقدار التالي على صوره لوغاريتم 1. عندنا الداله اللوغاريتميه لوج 20 للبيز 3 ماينس لوج 4 للبيز 3. عارفين لما يحب اكتبها على صوره لوغاريتم 1 لازم احط كلمة log والبيز نفس طبعا نفس البيز، يبقى اعمل ايه تقسيم، يبقى 20 تقسيم 4 equals 5، يبقى log 5 للبيز 3. مثال اخر يقول لي log 6 plus log 4 للبيز 3، طالما بلس يبقى log، ممتاز ضرب، يبقى عندي log 6 times 4 اللي هي log 24. مثال اخر، اكتب ما يلي على الصورة الاسية. لما يقول لي log y للبيز 3 equals 2، عندي هنا اهوت البيز اللي عندي دي هتبقى عامله ايه؟ واخده ال 2 ورافعها لفوق في الباور، يبقى ال y equal 3 باور 2 اللي هي تبقى equals 9. مثال اخر، log y للبيز 4 equal 3، برضه نفس الفكره، ال 4 هتبقى بيز وال 3 هتبقى باور، ترفعها لفوق تبقى باور، يبقى ال y equal 4 باور 3 اللي هي تقريبا equal 64. مثال اخر، حل المعادلة الاسية 3 باور x minus 1 equals 9. طبعا احنا عارفين ان
الاكس لما يكون في الباور بضطر الجأ للوغاريتم اللوج او اللين عشان اعرف احل السؤال ده. فانا عندي اول حاجة بحط كلمة لوج في الطرف اليمين ولوج في الطرف اليسار، هيبقى عندي لوج 3x minus 1 equals لوج 9. كويس. في الحالة دي عندي الباور x minus 1 هينزل جنب كلمة اللوج، هيبقى x minus 1 لوج 3 equals لوج 9. بعدين هقسم على لوج 3، هيبقى عندي x minus 1 equal log 9 تقسيم log 3 اللي هي equals 2، يبقى x minus 1 equals 2، يبقى ال x equals 2 plus 1 في النهاية x equal 3. مثال آخر، حل المعادلة 2 باور x plus 1 equals 18. برضو نفس الفكرة، هضطر أحط كلمة log في الطرف اليمين وفي الطرف اليسار، بعدين x plus 1 هتنزل جنب كلمة log، يبقى x plus 1 log 2 equals log 18. بعد كده نعمل تقسيم log 2، يبقى ال x plus 1 equal log 18 تقسيم log 2 equals تقريبا 4.17، ده بالآلة الحاسبة. بعدين هودي ال plus 1 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى x equals 4.17 minus 1 اللي هي equal تقريبا 3.17. مثال آخر بيقول لنا إذا كان وزن البكتيريا يحسب بالعلاقة WT equals 5 times E power 0.4T، حيث WT هو الوزن بالجرام والT هو الزمن بالساعات. فعندنا أوجد، بيقول لنا أوجد الوزن الابتدائي. كلمة الوزن الابتدائي أنا عوض عن T بزيرو، يبقى عندي WT equals 5 times E power 0.4 times 0 equals في النهاية 5. بعد كده بيقول لي احسب الوزن بعد مرور 6 ساعات، يبقى عوض على تي في 6، هتطلع الإجابة 55.11. بيقول لي بعد كده احسب الوزن الوقت المتوقع ليصبح الوزن 60 جرام. المرة دي عوض مكان الوزن، الوزن عندي 60، يبقى 60 equal 5 times e power 0.40. بعد كده هعمل تقسيم 5، هيبقى 60 divided 5 equals 12. في الحالة دي هضطر احط اللين واللين. ليه بحط اللين؟ عشان عندي حرف الاي، لان معروف ان اللين عكس الاي، فلين 12 equal لين e power 0.40. في الحالة ديت هودي 0.40 جنب كلمة لين، واللين والاي كنسلوا بعض، يبقى t equal لين 12 over 0.4 يعني تقريبا 6.2